السلام عليكم. ما زلنا في الفصل العاشر من منهج نظم التشغيل الأكاديمي، وصلنا إلى الجزء الأخير من عنده، والذي يتحدث عن الأذر فيتشرز اللي هي الخصائص الأخرى للريد، ويذكر بأنه بغض النظر عن أين يتم يعني وضع الريد أو تنفيذها طبقا لواحدة من الست خصائص اللي ذكرناها سابقا أو ست طرق الموجودة لبناء الريد، فإنه useful features can be added، يعني الخصائص المفيدة لهذا هذه الطريقة من خزن البيانات يمكن إضافتها. واحدة من الأمور التي يمكن إضافتها إلى الريد تسمى بالسناب شوت. السناب شوت هي ترجمة حرفية هو لقطة زمنية، هي عبارة عن فيو، يعني عبارة عن رؤية أو مشهد للفاير سيستم قبل حصول فد مجموعة من التغيرات عليه، اللي هي at a point in time، في لحظة من الزمن يتم أخذ نسخة يعني احتياطية لنظام الملفات ونسميها السناب شوت، ويمكن خزنها ايضا في الريد. هذه طبعا راح يكون هناك عليه حديث اكثر في الشابتر 12 الفصل الثاني عشر من المنهج. الريبليكيشن از اوتوماتيك دوبليكيشن. ريبليكيشن هنا معناتها النسخ المضاعف، هو عباره عن يعني مثل ما ذكر نسخ مضاعف اوتوماتيكي اوف رايتس بتوين سيبريت سايتس، يعني لعمليات الكتابه يتم بين يعني اماكن مختلفه. هنا عندما يتحدث عن سايتس يقصد بها يعني اماكن الخزن المختلفه، اللي هي قد تكون يعني عده انواع من الذاكره. طبعا يتم استخدام الريبليكيشن لاغراض الريدندنسي اللي هي الخزن الاحتياطي، والديزاستر ريكفري اللي هو يعني استرجاع البيانات عند حصول حاله ديزاستر او كوارث. ايضا يمكن ان تكون الريبليكيشن هي سينكرونس او اسينكرونس. سينكرونس معناتها عند حصول اي عمليه رايت يتم عمليه الريبليكيشن اللي هو النسخ الاحتياطي مباشره. الاسينكرونس لا، تكون العمليه عند حصول اي عمليه رايت يتم وضعها في كيو معين، وبعد ذلك يتم عملية الريبليكيشن عندما يكون هناك يعني سبيس، عندما يكون هناك مجال في الباصز للقيام بعملية الرايت إلى الموقع الآخر من الذاكرة. الهوت سبير ديسك اللي ذكرناه سابقا اللي هو القرص الاحتياطي الساخن، هو عبارة عن قرص غير مستخدم يتم إسناده يعني بشكل أوتوماتيكي تلقائي من قبل الرايت إذا فشلت الأقراص الأخرى في استبدال القرص التالف، وبالتالي سيستخدمه الريد لإعادة بناء مجموعة البيانات في داخله. طبعا فائدة الهوت سبير ديسك هو أنه يقلل لنا الزمن اللازم أو معدل الزمن لإصلاح العطل الذي يحصل في وسائل الخزن. الاكستنشنز اللي هي الامتدادات أو الأمور التي يتم إضافتها إلى الريد. الريد لوحده لا يستطيع منع أو كشف حصول خلل في البيانات أو الأخطاء، وإنما فقط إذا كان هناك ديسك فيلير، يعني إذا كان هناك فشل في كتابة البيانات إلى القرص. وبالتالي نحتاج إلى extensions، إلى أمور إضافية مع الريد لكي نتمكن من منع حصول يعني الأخطاء في كتابة البيانات أو يعني البيانات أثناء خزنها أو كشف الأخطاء عند حصولها، الكوربشن، الأخطاء أو الخلل. في نظام سولاريس عندنا ما يسمى بالزي اف اس، اللي هو سابقا كانت يعني مشتقة من كلمة زيتا بايت فايل سيستم، اللي هو نظام ملفات كبير جدا يعني زيتا بايت. هذه توظيف لنا ما يسمى بالتشيكسم. تشيكسم اللي هي عباره عن البتات اللي هي ايرور كوركشن او ايرور ديتكشن، تقوم بكشف الخطا والقابليه على تصحيح الاخطاء لكل البيانات والبيانات المرتبطه بها الميتا داتا. التشيكسم هذه يتم يعني حفظها عن طريق بوينتر اللي هو مؤشر يشير الى فد اوبجكت معين، لكي نكتشف ما هو هذا الاوبجكت اللي هو يعني قد يكون مثل ما ذكرنا سابقا كتله من البيانات، قد تكون هي كلاس، فانكشن، اري، اي نوع من انواع الاوبجكتس، لكي يكتشف ما هو الأوبجكت الصحيح وما الذي تغير فيه أثناء الحصول في تغير معين. الـ ZFS يمكن أن يكتشف ويصحح أخطاء البيانات والبيانات المرتبطة بها. أيضا الـ ZFS can remove volumes and partitions، يمكنه إزالة الـ volumes اللي هي الأحجام الكبيرة من البيانات وتقسيمات الهارت اللي هي logical partitions. ديسك الوكيتد ان بولز، هنا يتم يعني اسناد الاقراص الى البيانات عن طريق بولز اللي هي احواض من البيانات. الفايل سيستمز وذ ا بول، الفايل سيستمز التي تمتلك بول معين تقوم بمشاركه هذا البول اللي هو عباره عن مساحه من الذاكره. يوز اند ريليس سبيس، يتم استخدام وتحرير المساحات الخزن في هذه البولز باستخدام الميموري الوكيشن والفري سيستم كولز، هذين اللي هن يعني نداءات النظام، الأول اللي هو لتخصيص الذاكرة والآخر لتحرير الذاكرة بعد أن تم تخصيصها. هنا عندنا فد يعني مخطط بسيط يوضح لنا checksum all metadata and data. لاحظ بأنه كل واحد منهم مقسم على شكل بلوكات، يعني الميتاداتا بلوك 1 يحتوي على الأدرس 2 الذي يحتوي على checksum، والأدرس 1 الذي يحتوي على checksum اللي هو بوينتر إلى الميتاداتا بلوك 2.
هنا تلاحظ بأنه هو عبارة عن بوينتر إلى الميتا داتا بلوك 2 والتي تحتوي بداخلها أيضا على الأدرس checksum of data 1 and checksum data 2، وهذه كل واحدة معناتها طبعا تحسب checksum الخاص بالداتا المرتبطة بها، لتكون العلاقة ما بين كل واحدة من هذه البلوكات عبارة عن بوينتر مثل ما ذكرنا قبل قليل. هنا أيضا الفرق ما بين traditional and pooled storage. traditional storage يكون بها الفايل سيستم مسؤول عن الفوليومز وحدات الخزن والتي هي مرتبطة يعني أقراص الخزن النهائية اللي هي السكندري ستورج، هذا هو التراديشنال فوليوم اند فايل سيستم. بالنسبه للزي اف اس الموجود في نظام السولاريس راح يكون مرتبط بما يسمى بالستورج بول اللي هو مثل ما ذكرنا حوض للذاكره يحتوي على كل الفوليومز في داخله، بدل ان تكون الفوليومز مقسمه هنا تكون موحده في بول واحد، ومن خلال هذا البول يتم يعني مثل ما ذكرنا الميموري الوكيشن والفري او الريليس، بعد ذلك ترتبط بوحدات الخزن المختلفه لعمل يعني القراءه والكتابه والريبليكيشن وغيرها من الامور الاخرى. الفقره الاخرى ايضا اللي هي الستيبل ستورج امبلمنتيشن، كيف نستطيع الحصول على خزن مستقر؟ خزن مستقر يقصد به هنا هو الخزن الذي لا يفشل يعني نيفر لوس، يعني الداتا نيفر لوست، البيانات في هذا النوع من الخزن من المستحيل ان يتم فقدانها. طبعا نحتاج هذا الشيء لكي يعني يكون لدينا ما يسمى بالرايت اهيد لوك سكيم، اللي هو طريقة اللوج اللي هو سجل الأحداث التي تحصل فيها النظام يتم كتابتهم في البداية يعني أهيد قبل بدء التنفيذ. الستيبل ستورج الخزن المستقر يعني بأن البيانات من المستحيل أن يتم فقدانها بسبب الفشل. لكي نستطيع تنفيذ الستيبل ستورج في أي واحدة من وحدات الذاكرة نحتاج إلى ريبليكيشن انفورميشن اللي هو يعني بيانات المضاعفة أو التكرار on more than one non-volatile storage media، يجب أن تكون موجودة في أكثر من وسيلة خزن غير متلاشية with independent failure modes، ذات أنماط فشل مستقلة بعضها عن البعض الآخر، أي أن الفشل في واحدة من أتها لا يؤثر على الأخرى، كل واحدة من أتها يكون الفشل لها الخاص بها مختلف وفقا لنمط معين. Update information in a controlled manner، يعني يتم تحديث البيانات بطريقة متحكم بها أو مضبوطة to ensure that we can recover the stable data after any failure during the data transfer or recovery، يتم تحديث البيانات بطريقة مضبوطة بحيث أنه نتأكد بأنه أي خلل يحصل للبيانات أثناء الفشل أو أثناء نقل البيانات يمكن أنه يتم استرجاعها إلى النسخة الأصلية الغير يعني الغير مخربة يعني. الديسك رايت هاز 1 2 3 اوف 3 اوتكمز، عند كتابه البيانات الى اي قرص هناك واحد من ثلاثه نتائج نهائيه، اما انه يصير عندنا السكسسفول كومبليشن اللي هو اكتمال الكتابه بشكل ناجح، هذا يعني ان البيانات از ريتن كوركتلي اون ذا ديسك، بيانات تم كتابتها الى القرص بشكل صحيح. بارشال فيلير اللي هو الفشل النسبي، هذا يدل على انه الخطا حصل في منتصف عمليه النقل، سو اونلي سام اوف ذا سيكتورز وير ريتن، هذا يعني أنه فقط جزء من البيانات تم كتابتها إلى مواقعها في القرص. And the sector being written during the failure may have been corrupted، وهذا يعني أنه المقاطعة التي تم كتابتها إلى القرص أثناء الفشل قد تكون يعني مخربة أو يعني محرفة عن معانيها الأصلية، هذا إذا كان هو partial failure. The total failure هو الفيلير الذي يحصل أو الفشل الذي يحصل قبل أن نبدأ بكتابة البيانات إلى القرص، وبالتالي فإن الـ previous data values on the disk remain intact، فهذا يدل على أنه القيم الأصلية للبيانات الموجودة في القرص قبل عملية الرايت الحديثة أو قبل التحديث بقيت غير متغيرة يعني intact. أخيراً if the failure occurs during block write، إذا حصل الفشل عندنا أثناء الكتابة فالـ recovery procedure restores block to the consistent state. الـ recovery procedure اللي هو خطوات الاسترجاع ستقوم بإرجاع البلوك من البيانات إلى الحالة المتناسقة اللي هي الحالة الأصلية قبل حصول الكتابة الأخيرة. النظام يجب أن يحافظ على نسختين من الفيزيكال بلوكس لكل لوجيكال بلوك، يعني لكل بلوك منطقي من البيانات يجب أن يكون مخزونا في مكانين فيزيائيين مستقلين أو منفصلين عن بعضهم البعض في القرص. And does the following، ويتم عمل التالي للحصول على stable storage. أولا نقوم بكتابة البيانات إلى القرص الأول أو المكان الفيزيائي الأول، عندما يكتمل ذلك بشكل ناجح نقوم بكتابتها إلى القرص أو المكان الفيزيائي الثاني، ونقوم بإعلان أنه عملية الكتابة أو النسخ اكتملت بنجاح فقط إذا تم كتابة البيانات بالقرص الأول أو القرص الثاني بنجاح. عادة النظام يقوم باستخدام non-volatile random access memory as one physical to accelerate، كواحد من هذه الوسائط الفيزيائية لخزن البيانات لكي يقوم بتسريع العملية. في اللحظة هنا بأنه للحصول على stable storage
مثلا البيانات من المستحيل ان يتم فقدانها، يجب ان يتم خزنها في نسختين، يعني نسختين من البيانات انت يعني وضعها في الذاكره قبل ان نقوم باعلان انه تم اكتمال النسخ بنجاح. هذا هو كل ما يخص الفصل العاشر، ويعني ايضا نعتذر من الجميع على التاخير في الشرح. فقط ملاحظات اخيره يعني قبل نهايه هذا الفصل وقبل ان نبدا ان شاء الله بالفصول البقيه. هذا المنهج مثل ما هو واضح للطلبة اللي وصلوا يعني معنا إلى هذا المكان، هو منهج طويل ومعقد ويحتوي على الكثير من التفاصيل. الطريقة الأمثل لدراسة هذا المنهج هي أنه أولا يعني متابعة المحاضرات التي تحتوي على السلايدز أو البرزنتيشنز، وأتمنى أنه كل شخص يطلع على هذه المحاضرات يكون دائما معه ورقة وقلم لتسجيل ملاحظات، لأنه ليس مو شرط أنه كل الأمور التي أذكرها يعني في الشرح هي موجودة بالسلايدات، ربما بعضها يعني فقط من الخبرة الشخصية أو من الكتاب أو من مصادر أخرى، فتسجيلها كملاحظات مهم جدا. كذلك أيضا الأمور التي نشرحها ممكن تكون هي أجوبة للكثير من الأسئلة التي تأتيكم في الامتحانات. فنصيحتي أنه لدراسة هذا المنهج يجب أن تكون هالخطوات التالية: أولا الاطلاع على الفيديوهات والسلايدات، ثانيا بخصوص أي مصطلح أو أي مفهوم تعتقد أنه السلايدات لم تقم بتغطيته بشكل كافي، يفضل الرجوع للكتاب وقراءة هذا المصطلح أو هذا المفهوم ومعرفة تفاصيل أكثر عنه. والخطوة الأخيرة هي الاطلاع على أسئلة نهايات الفصول والأجوبة الخاصة بها، واللي أيضا احنا وفرناها يعني في روابط مستقلة في بداية هذا الفصل. هذه الأمور إذا قدرت تحققها كلها قبل الامتحان، فتأكد أنه راح تحصل النجاح إن شاء الله بنسبة كبيرة في كل الامتحانات. شكرا جزيلا للمتابعين، وانتظرونا في الفصول القادمة إن شاء الله. مع السلامة.